لكان مكتوب على ورق الغار يلي بيسهر بالليل بينام بنهار. اي والله يا ام جبل، اي والله. اتفضل تقبرني. الله يزيد فضلك يسلم هديات. ما بدك تحكي لي وين كنت امبارح؟ شبن يا امي، شبك لازقتي على القصة؟ لانه مالك طبيعي. لكان معقولة ونحن بنص المعمعة تحمل حالك وتطلع بأنصاف الليالي؟ أكيد كان في شيء ضروري، وضروري كتير لحتى تخاطر بحياتك وتفور قلبي عليك. لا يفور قلبك أمي، شغلة صغيرة وخلصتها. خلصتها؟ بسيطة. شو عليه؟ لما بدك لحالك بتحكي لي.